السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي وطالباتي الأعزاء، نحن اليوم ندرس عن مجموعة رسم drawing والأدوات التي توجد تحت هذه المجموعة. تستخدم الأدوات في هذه المجموعة لرسم الأشكال في الشريحة وترتيب هذه الأشكال بين النص ولترتيب الأشكال والصور. تستخدم الأدوات في هذه المجموعة. The tools in this group are used لرسم الأشكال to draw shapes في الشريحة in a slide. وكذلك ترتيب هذه الأشكال أي ترتيب الأشكال to arrange or to order to arrange the shapes بين النص between text ولترتيب الأشكال والصور وكذلك as well as to arrange the shapes and pictures in a slide. أولا ترتيب arrange هذا تسهيل لترتيب الأشكال أو الكائنات أو الصور في الشريحة ولتجميعها أو تعيين محاذاتها في الشريحة. فترتيب أي أداة ترتيب arrange tool هذا تسهيل لترتيب الأشكال. It is a facility or it is a tool لترتيب الأشكال to arrange the shapes أو الكائنات أو other components أو الصور أو pictures في الشريحة in a slide. ولتجميعها أي لتجميع هذه الأشكال أو لتجميع هذه الكائنات أو لتجميع هذه الصور في الشريحة. وكذلك تستخدم هذه الأداة لتعيين محاذاتها to assign the alignments of the texts, alignment of objects, alignment of pictures in the slide. الخطوات لاستعمال هذه الأداة لترتيب الأشكال والكائنات والصور. فأولا نحدد الشكل أو الأشكال لترتيب. علينا أن نحدد. We select the shape or shapes to arrange. وكذلك ننظر فوق الترتيب من مجموعة الرسم في تبويب الصفحة الرئيسية. In Home tab, in the group drawing, we click on arrange. ونختار واحدا من الاختيارات من ترتيب الكائنات. بعدين نحن نختار واحدا من الاختيار. هناك اختيارات كثيرة لترتيب الأشكال. وكذا ومن هذه الاختيارات نختار واحدا من ترتيب الكائنات. ولتجميع الكائنات أو الأشكال أو فك تجميعها لتجميع الكائنات to group the components or to the group the shapes or to group the pictures أو فك تجميعها أو to ungroup these items in a slide نختار we select تجميع group فك تجميع أو فك تجميع or ungroup من تجميع الكائنات under the tool group the objects in the layle namakandiyam fakku tajmir au tajmir ennadile edengil onnu select kiyam wali muhadatil kainati to arrange or to align the objects in a slide nakhtar wahidan min al muhadati we select any one of alignments min ta'yin mawdhi'il kainat to assign the place of the objects wamin muhadat avade wamin muhadat and we select any one of alignments wal istidaratil kainati to rotate the objects nan guru fauka istidara nan guru au click on rotate limna ta'yin mawdhi'il kainat wa nakhtar ittijah al istidara then we select the direction of rotation, direction of rotation. فهذا يمكن أن نستعمل الأدوات. وقد درسنا هذه الأدوات. وقد درسنا هذه الأدوات. أي الأدوات في تبويب فوند تبويب الخط. وهذه الأدوات كلها قد استخدمنا، قد استعملنا، قد تدربنا استعمالها في وورد.
وهناك هذه أيضا نفس هذه الأدوات أيضا وكذلك وقد درسنا هذه الأدوات أيضا في الموجودة تحت تبويب تحت مجموعة فكرة أما الآن هنا نحن ندرس كيف نستخدم الأدوات في drawing في رسم فأولا نستخدم هذه الكائنات وأولا نحن نختار blank style blank layout بعدين نحن نختار واحدا من هذه الأشكالات هناك كثير من الأشكالات نحن نرسم أي واحد منها يمكن أن نختار أي واحد منها وكذلك يمكن رسم هذه أي واحد منها فهنا نرى هذه الأشكالات هذه الأشكال ونمكن تغيير الألوان وكذلك تغيير السمات وكذلك يمكن تغيير الأشكال أيضا وهنا يمكن هنا ترتيب وتجميع هذه الأشكالات وهنا arrange نختار هذه الأشكالات هنا يمكن أن نختار هذه الأشكالات بسحب الفأرة نحوها بسحب الفأرة على هذه الصور على هذه الأشكالات يمكن أن نختار هذه الأشكالات فهنا قد اخترنا هذه الأشكالات كلها ثم يمكن أن نختار أي واحد من الاختيارات من arrange أو order bring to friend ونمكن هنا هذا قد اخترناه يمكن أن نرسلها إلى الأمام وكذلك يمكن أن نرسلها إلى الأمام وكذلك يمكن أن نرسل هذه أيضا إلى الأمام وكذلك يمكن أيضا إرسال هذه إلى الخلف وهكذا يمكن ترتيب هذه الصور order of these shapes وكذلك يمكن أن نجمع هذه الأشكالات وقد اخترت هذه الأشكالات الثلاثة بعدين ننقر على group على تجميع وهذا التجميع فقد تجمعت هذه الأشكالات كلها وكذلك يمكن فك تجميع ungroup فقد تم فك تجميع هذه الأشكالات وكذلك يمكن هذه الأشكالات بالتجميع وفك التجميع بعدين هنا تسهيل لمحاذاة هذه الأشكالات فهنا يمكن علين لفت فهذه الأشكالات كلها تم تحديدها في اليمين في اليسار وكذلك يمكن أن نعين محاذاتها باليمين وكذلك يمكن علين توب وكذلك يمكن علين بوتم وكذلك أيضا يمكن علين ميدل فهذه كلها تم محاذاتها بالوسط وهنا أيضا هنا أيضا تسهيل لاستدارة هذه الأشكال ولذا نختار هذا الشكل بعدين هنا يمكن استدارة يمكن القيام باستدارة هذه الأشكالات كلها فإذا تم اختيار هذه الأشكالات هنا يظهر
अदातुन लिल इस्तिदारा अदातुन लिल इस्तिदारा युमकिनु अन ननकुर अलैहि व अन नुवज्जिहा औ व अन नुवज्जिहा औ अन नस्तदीरा हाज़िही अल अशकाल अल शक्ल इला हैसुमा नुरीद इला लिल इत्तिजाह अल्लज़ी नुरीद व कज़ालिक युमकिनु रोटेट इस्तिदारा उस्तिदारा वहादा वहाकदा नुमकिनु इस्तिदारत हादिही रोटेट वहादिही या अल इख्तियारात फी तर्तीब वकदालिक फी तजमी वकदालिक फी मुहादात वाइलन पुना अनमातुन सरिया क्विक स्टाइल्स नुमकिनु इदराज अनमात स्टाइल्स अनमातुन सरिया क्विक स्टाइल्स हादा तस्हीलुन लि इख्तियारि नमतिन मरईन लि शक्ली अविल खत हादा तस्हीलुन लि इख्तियारि नमतिन मरईन नमुक काणावुन रीतियिलुल्ल ओरु फॉर्मेट ओरु मॉडल नमुक अयिन तेरंजेडुक्कानुल्ल ऑप्शन आण व तअबियतु शक्ल वसानियन तअबियतु शक्ल शेप फिल تسهيل لتعبئة الأشكال to fill the shapes بألوان متنوعة ولذا ننقر فوق تعبئة شكل shape fill في مجموعة الرسم in the group of drawing ونختار اللون ولمزيد من الألوان ننقر فوق مزيد من الألوان التعبئة to for more colors ننقر we click on more colors في القائمة المختصرة in the shortlisted ونمكن أن نعبئ ونمكن نمك سادي معنى أن نعبئ الأشكال بصورة أو بلون متدرج أو بمادة we also can fill the shapes with picture or texture or pattern وهنا نمكن إدراج هنا نمكن إدراج كيك ستايلز لتطبيق هذه التنميقات هذه التنسيقات على الشكل التي تم اختياره نمكن أن نطبق هذه الأنماط السريعة بعدين وقد درسنا هنا شيب فيل شيب فيل هنا في هذه الشريحة نمكن أن نرسم هذه المربعة بعدين نمكن أن نعين لونا من هذه الألوان السمات نمكن أن نختار أي من واحدها وكذلك هنا ألوان قياسية وكذلك هنا ألوان إضافية نمكن أن نعين مزيدا أو لون خاصا لنا في هذه المجموعة وكذلك نمكن أن نختار صورة نمكن أن نختار صورة لتعبئة هذه الشكل وكذلك نمكن أن نختار أي واحدا من gradients والتكستر نمكن أن نعبئ هذا الشكل بهذا المادة بهذه المادة تكستر لا التكستر لودا نامك دينا في ليه مبتم ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് ക്യുക്ക് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഫിൽസ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ദെൻ ഫൈദൻ അൽ മുഖത്ത തഫ്സീലി ലി ഷക്കിൽ ഷേപ്പ് ഔട്ട്ലൈൻ മാതാ ഹാദ തസ്ഹീലു ലി തഅയീനി ലൗനിൽ ഖത്ത് ലി ഷക്കിലി വ തഅയീനി ഹജ്മി ഖത്തിഹി ഔ ബോർഡർ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ബോർഡർ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് وهنا نرسم هذه وهنا نمكن أن نعين لونا من هذه للتعبئة وكذلك نمكن أن نعين أي لون آخر
أي لون آخر للخط للحدود لحدود هذا الشكل فهنا قد اخترنا لون أخضر وكذلك يمكن أن نعين حجم هذه حجم هذا الخط حجم هذا الخط وكذلك بتعيين لون الخط وحجم الخط وهذا نرى ازدياد حجم هذا الحدود هذا الحد لهذا الشكل يمكن هكذا من هنا تغيير لون هذه الحدود هذا الحد അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ബോർഡറിന്റെ സ്റ്റൈൽ അല്ലെ ലൈൻ സ്റ്റൈല് അതാണ് ഔട്ട്ലൈൻ എന്നാണ് പറയാം ഷേപ്പ് ഔട്ട്ലൈൻ എന്നാണ് അതിന് പറയേണ്ടത് ആ ഷേപ്പ് ഔട്ട്ലൈന് ആ ഖത്ത് സത്ഹി ആ ഖത്ത് ഖാരിജി ഈ ഔട്ട്ലൈനിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളറ് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അനദർ വൺ തസീറാത്തുൽ അഷ്കാൽ ഷേപ്പ് ഇഫക്ട്സ് വഹാദിഹി തസ്ഹി വഹാദ തസീലുൽ തത്ബീഖി തസീറാത്തുൽ അഷ്കാൽ ഷേപ്പിന് ഇഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാനാണ് തത്ബീഖി തസീറാത് മിസ്ല തത്ബീഖി തസീറുല്ലിൽ ഷാഡോ ഔ സുലാസിയുൽ അബ്ആദ് 3D ഔ ഇൻനികാസാത് ഇൻനികാസ് മിറർ വഹാദിഹി അത്തസീറാത് യുംകിനു അൻ നുതബ്ബിക അലാ ശക്ൽ അൽ മുഹദ്ദജ് വലി മസീദ് മിൻ അത്തസീറാത് ഫോർ മോർ ഇഫക്ട്സ് ലി അയ്യി നൗഇൻ മിൻ അൻവാഇ തസീറാത് of any for more effects or more options of any selected effects nan guru focus ahmu nahwa ada tasir ore effect inde kude nammal ivada select cheyidittulla ore effect inde kude ingane ore arrow button undavum aa arrow button il click cheyidale avade ulla models dharalam kaanan pattum appo nan ivada nurasimu huna urasimu huna mustadira huna mustadira قد رسمت هنا مستديرا بعدين وهذا يمكن هنا اختيار اي واحد من هذه وكذلك يمكن ان نختار اي واحد من هذه التيسيرات بعدين وكذلك يمكن ان نختار اي واحد من هذه ايضا زين ثم يمكن ان نختار 3D direction وهذا فتم تطبيق التأثيرات effects على هذه المستديرة على هذه المستديرة تم تطبيق هذه الاشكالات او هذه التطبيقات التأثيرات على هذا على هذه المستديرة അപ്പോൾ ഇതൊരു 3D ഇഫക്റ്റിലേക്ക് ആ ഇതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള ടൂൾസിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പുകളെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വളരെ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിനെ അലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് വക്കദാലിക്ക പുന നുംകിനു തത്ബീഖ് تطبيق ماذا يمكن تطبيق كيوب ستايل وكذلك يمكن ان نعبي الاشكال وان نختار لون الخط الخارجي للاشكال وكذلك يمكن ان نطبق تيسيرات مزيدا من التيسيرات على الاشكال على الاشكال التي تم ادراجها في الشريحه السلام عليكم ورحمه الله Thank you.